لرصاصة الطار اللي محيراكي. مش ده اللي جايبك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. هلا انت مش جاية تاخدي بطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل الدنيا امارة عشان اعرف ابلع كلمتين. اشرب لك كوباية مية عشان تبلع، وإذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافية. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفة ان طارق عند النوح قال؟ لسه سمع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه، وهو بيقول له الحكومة ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها نوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه. هو انت جاية تبرئي غريب ولا جاية تورطي نوح؟ الاتنين يا فندينا. براءة غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سيرة. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حته دي، اعمل فيها ايه؟ هلاقلها نفضلها ولا كانها حشره حشره. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفاتحه علي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ آمين. انت اتجننت يا رمانة. الشيطان لعب معاك الدنيئة ورماك في التهلكة. حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده؟ انت يا رمانة؟ ايوة انا. ده راجل عينه زايغ وإيده أطول من لسانه، عايزني أعمل له إيه يعني؟ أهشكه ولا زغزغه عشان يكركر؟ ما تحلوا عن نفوخي بقى. لا 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 لا، أنت ليه يمكن تكوني رمانة اللي أنا أعرفها؟ أنت لازم يتعمل لك زار وتترقي، أنت أكيد ملبوسة. يا أخي ولا ملبوسة ولا مكبوسة، حلوا عني أنتوا بس وسيبوني في حالي. قبل ما أحل عنك يا رمانة، الأمانة المهنية بتحتم عليا إن أنا أوريكي. عشان بس تعرفي اللي بترفوسي عشانه النعمة بيعمل من وراكي إيه. وانت بتدهولي ليه يعني؟ هو انا مالي؟ بس ايه رايك؟ تحسي ان افندينا مزاجه عالي العال، عناب. لا والبيت تبوسي ايه؟ مظبطاه على التراك اخر حلاوه. طبعا البركه فيك، ما هي تربيه ايديك. وانت ما تمرش فيك التربيه ليه؟ اثر في يومك اللي مش فايد ده، احنا لسه في اوله. اسمعيني يا رمانه، انا عايزك تنتبه لقمه عيشك عشان ما تخسريش كل حاجه، فهماني ولا ايه؟ انت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني، انا بس جاي انورك عشان اللي بينا عيش وبغاشه، وما ينكرش البغاشه غير ولاد الحرام، ربنا يبعدنا عنهم. بقولك ايه يا مالت، هي بوسي خرجت مع فندينا ولا لا؟ انا بعتلك الفيديو ده واتس اوب عشان لما تفوقي من الغيبوبه اللي انت فيها تبقي اوب. سلام يا نجمه. شكرا يا أيمن. واضح إنك بتحب المكان ده قوي. يعني بعض سواعي كده برتاح فيه. سواعي؟ اه. دي ذكريات بقى. زمان أيام ما كان فيه مزاج. المزاج بقى كان بيجي هنا مع مين؟ بيجي مع مين إزاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا. مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة؟ أنهين؟ حفلة رجوعي، البنت اللي كانت لازقة فيك طول الحفلة وما سابتكش خالص. ألا ده انت مركزة معايا من زمان بقى. ما تطلعش فيها قوي. قولي بقى هي مين؟ واحدة من زمان خلصت زي الحاجات اللي خلصت.
بتحبها؟ انتي شاغلة روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك. انتي طلبتي مني اني ما اكدبش عليكي، وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي. قومي معايا. على فين؟ في مشوار مهم لازم أن نعمله قبل ما نتجوز. كزوز اتفضلي اتفضلي. واو ايه المكان الحلو ده؟ ايه رايك؟ دي حتتي ومنطقتي، انا اتولدت هنا واتفطنت على الدنيا وعيت عليها من هنا. وعرفت ازاي بقى ان انا عايز اعرفك على حياتي؟ انا وعدتك لا هكذب ولا اخبي عليكي حاجه. طب قولي انت ساكن فين هنا؟ انا ساكن هنا اهو في البيت ده. هنا؟ وهدخلك داخله ملوكي كمان. امطني امر يا معلم. اركب العربيه تعالى اركب. ماشي. ايه ده يا خميس؟ ده ايه يا ستي؟ التوك توك. قصدك اليلو كاب؟ يعني حاجه زي كده. ايه اللي انت قلتيه الاختراع اللي انت قلتيه؟ يا زوز يا زوز تعالى. انت فوتنا؟ وبوري عايزه حاجه؟ اصل افندينا موصلنا نعمل لك كل اللي انت عايزاه. انا مش عاوزه حاجه، انا عاوز اعرف مين اللي مع خميس دي. لا دي ضيفه انا ما اعرفهاش. ضيفه؟ طب بالاذن الافندينا يستوعبني ولا حاجه. بالحضن يا ريحه الغاليين. ازيك يا طن؟ يا حبيبتي يا بنت الراجل اللي عايشين في خيره كلنا. قمر يا اختي قمر قمر. بالراحة بالراحة يا حاجة بالراحة. حملك دي واحدة واحدة. كرامة تعالي 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 سلمي ما تخافيش. كرامة مراتي. مراتك؟ اه. ازيك؟ معلش اصل صوتها بعافية شوية. الف سلام عليك. دي بقى يا ستي ميس فريده بنت الراجل الكبير الباشا الاصلي. نور يا حاجه. يا لهوي يما، ما انا قاعده في حالي اهو. حالك ده ايه يا بنت؟ لهنا مش عارفاكي ولا ايه؟ مالك معيره كده ليه ولو يا جوزك؟ مفيش حاجه، زهقانه قرفانه اي حاجه. لا الحكايه مش حكايه عرف ولا حكايه زهق، كل من بصيتك في البلكونه اللي هتجيب اجلك. اديني سايبها لك وسايبه لك الاوضه كلها. استني عندك هنا، انا عايزه افهم في ايه؟ ايه الحكايه؟ ولا انت فاكره نفسك انك كبرتي عليا خلاص؟ انت عايزه ايه مني دلوقتي؟ عايزه اعرف ايه في مخك؟ يوه يا بنتي يا ضنايا ما تزرزريش عليا قوي كده. قولي كيف فوتنا يا حبيبتي. اقعد يا ضنايا. يا حبيبتي انا خايفه عليكي، والراجل اللي انتي باصه عليه لو جه بس الرجلين قبل الايدين عشان ياخدك مش هنرضى. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ده لو حصل اخاف عليكي يا ضنايا تترملي وانتي لسه في عز الشباب. طفي من بقك يا ام، ربنا ينجيه من كل شر. وينجيكي من شر نفسك. بس نفسي اعرف مين اللي جت مع الحاره. بس مش بقولك اخرتك ان شاء الله السرايا الصفرة. طب بقولك ايه، ما تقومي تسيبيني وتشوفي كده كنت بتعملي ايه. يا بنت فوقي، خميس ده متجوز مراته. اه ما بتتكلمش بس ما تتعيبش. ومين اللي جاب سيره مراته دلوقتي؟ انا عاوز اعرف مين اللي كانت معاه في الحاره. يا لهوي يا لهوي منك يا فوتنا هتجننيني. أكيد هيتجوزها، أكيد دي عروسة. أمال هتكون مين يعني؟ أنا شفت أمه وهي بتحضنها زي ما حضنتني زمان، كانت بتعينها، بس ده قالها إني مراته. ما هي لازم تعرف يا خايبة،
كانت بتبص لي زي ما تكون زي ما تكون بتواسيني. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب؟ انا كان لازم اساله من دي، لازم اقول له جايه ليه. نفسي اتكلم بقى، نفسي اصرخ، نفسي حد يحس بيا. وحتى لو اتكلم هتكلم اقول له ايه؟ يا رب يا رب. مستوى العيلة مش قد كده. ها؟ انت كنت عارف انه متجوز؟ اوف كورس. وما قلتليش ليه؟ في المستوى ده مش عيب عندهم الواحد يتجوز اتنين، وكنت عارف ان هو هيقولك. امه ست غريبة قوي، انا خفت منها، بس مراته شكلها طيب وزي القمر. يا فاري يا حبيبتي، انت اللي لازم تحسمي الامر وتاخدي قرارك. هتجوزه حتى لو كان على ضر. مبسوطة على الأقل، ما كذبش علي. ودي حاجة تستخبى، بس عايزك تفتكري ان انتي اللي خدتي القرار بنفسك من غير اي ضغط مني. مش عارفة ليه لحد دلوقتي، مش يمكن عشان خاطرك؟ انا قلت كده برضه، بس انا بقى عندي شروط. شروط يا حبيبتي زي ما انتي عايزة. وهو قال لك كده؟ لا عنده حق في دي. ماشي. لا حفظتها. فانسي فانس فانسي. طب انا مضطر اقفل دلوقتي عشان انا داخل على لجنه. باي باي. رخصك. رخصك رخصك. بطل غلاسه وقولي مين اللي كانت معاك دي. مين اللي كانت معايا فين؟ مين؟ الغندورة السايحة اللي رحت جبتها لنا وعملت لي فيها مرشد سياحة وعمال تفرجها هنا وهنا، وقال إيه في الآخر روحتها. أنت قصدك على ميس فريدة. أيوه. ده دي آخر سايحة موجودة عندنا في مصر، وعشان كده لازم أهتم بيها وأخد بالي منها. فأنا عرفتك عليها. أيوه، مين ميس فريدة؟ خطيبتي. أي فانسي. في إيه يا أخويا؟ فانسي هي علمتها لي باللغات. في منها؟ ده انا لسه كنت عند حنتومه. حنتومه؟ حندومك انت لسه بتروح عند البنت الدجاله دي؟ غلط كده يا شو. انت اكيد بتهزر مش كده؟ اكيد عايز مصلحه من البت دي وبعد كده هتخلص منها، وانا طبعا معاك زي ما هنجيب رجل التانيه ونخلص منها مش كده؟ تانية مين ورجلي مين؟ انت وريني. يا نهار ابيض حراره. كم مرة قلنا بلاش تشاش ساعة ونخرج في الفسحة؟ فسحة ايه؟ ما انا مجنون وممكن اصور لك قتيل في البيت ده. ليه كده يا شراني؟ انا زعلتك في حاجة؟ انا زعلتك في حاجة. طب ليه؟ انت عايز ايه من البت دي بالظبط؟ الجواز ان شاء الله على سنة الله ورسوله. طب واللي بينا؟ بينا؟ بينا ايه يا مرات الخال؟ مرات الخال؟ دلوقتي بس يا اخويا افتكرت اني مرات الخال. والشقة اللي على المحارة، والفرش اللي هنفرشه سوا، والهجاجان اللي هنهجه مع بعض. ايه ده 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 ايه الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ مش انت اللي خدتني من ايدي ووديتني؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ادي اخرة مشيك وانت نايمة. ادي اخرة المشي وانت مش بتمشي وانت نايمة برضه، ولا انا فهمت غلط؟ اللهم اشفي مرات الخال، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مرضى الاسلام. تعالى هنا كلمني. بنت انت؟ انا اسمي المعلم خميس. الكلام اللي بتقوليه ده طير فيه رقاب. احنا صعايده. كل اللي اقدر اعمله لك اني هعمل نفسي كاني ما سمعتش. فاهمه؟ ونصيحه مني يا شو، ما تخلينيش المحك دي. معقول يا ابو سنه الايام هتتكسف على دمها وترجع تضحك لنا تاني؟
أنا مش قلت لك خميس ده وش السعد من يوم ما خرج والأيام بتخلع توبها الأسود والفرح عرف طريق بيتنا. دي فرحانة بالبيت ولا بالجواز يا حاجة؟ فرحانة بالحق اللي رجع لأصحاب. كرامة؟ كرامة مال؟ حد دسلها على طرف؟ والضرة اللي انت عجبها تقعد فوق دماغها وتفكرها كل ساعة والتانية بعجزها وخراسها. كلامك مش مريحني يا أبو سنة. البنت أصلها صعبان عليا يا حاجة، مهما كان دي أمانة في رقبتنا برضه. أبو سنة مش حاجة يا حاجة، أنا بس عايز أقول لك إن عظم التربة له علينا حق. مش هنفتش في قديمه. لا قديمه ولا جديده، خلاص عادش فيه فايدة. أنت ليه عايز تطفي فرحتي؟ أنا مش عايز أطفي فرحتك ولا حاجة يا حاجة، أنا بصحي بس اللي مات جواكي قبل ما يفوت الأوان. أنا خايف لفرحة زي دي تنسينا إحنا مين ونبقى إيه لبعض. إحنا إخوات والدم اللي بيجري في عروقنا واحد وروحنا متشعلقة في بعض. اوعى تنسى الحقيقة دي يا أبو سنة. أنا ما نسيتش يا حاجة، بس الظاهر أنت اللي نسيتي. نسيت إيه؟ نسيت إن أبو كرامة يبقى أخويا وأخوكي. مالك يا شو؟ انت مش سامعني؟ مالك في ايه؟ راحت عليك يا شلوفه. مين؟ ها زفته؟ ها؟ علي صوتك مش سامع. بتقولي ايه؟ انا رمانه يا خميس. رمانه؟ اوعى تقفل السكه في وشي. في كلمتين مهمين لازم اقولهم لك لمصلحتك وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني. لا مش هينفع في التليفون. انا هطفش يا خميس ومش راجعه. بس قبل ما امشي ليك مصلحه عندي اقولها لك وبعد كده مش هتشوف وشي. قابلني عند قبر ابويا وامي. انا هستناك ما تعوقش. يلا سلام. الله عليك يا ابله، ده انا والمصحف الشريف صدقتك. ايه الحلاوه دي؟ ايش طيب يا بت، اقعدي انت هنا واستنيني. طب ما تاخديني معاك يبقى كشفك في الضلمه. الدنيا بقت ليل وما عادش امان يا اختي. ما تخافيش عليا، اعملي انت بس اللي بقولك عليه. طب خدي بالك على روحك. سلام. ربنا يكفيكي شر طريقك. خلاص يا مطرة، اللي عشت طول السنين اللي فاتت مستنيها هيحصل، وعايز الغريب هناخده من بكرة. انت ناوي على ايه براء؟ افندينا خلاص هنكتب له شهادة خروج من الدنيا الليلة. هتقتله؟ هاخد طار اخويا، مش ده اللي انت مستنياه؟ بس ايه مالك؟ مالك اتخذت كده؟ ده انا حتى قلت انك هتفرحي. لا 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 ولا حاجه، بس خايفه عليك. ما تخافيش يا مطر، ما تخافيش، انا مش راجع غير ودم افندينا مغافى ايدي دول عشان نقرا الفتحه على روح المرحوم وناخد عزاء واحنا راسنا مرفوعه.